المنطقة الجميل من الشعارات المميزة التي انطلقت متنافسة في عملية البحث عن التتويج في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نتواصل مع أيضا كشف أوراق هذا الشوط ومع الأسماء الخمسة المتقدمة لنرى أول المراكز. المدينة على أول المراكز تعود الملكية لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان من يقدم لنا المدينة بعملية التضمير. ثاني المراكز تواجد شعار هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري مع انطلاقة وتقدم الأسماء المميزة وتواجد محبة على المركز الثاني بهذه اللحظات. المركز الثالث التقدم من قبل مبلشة هجن الشحانية المالكة سلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير ومن يقدم لنا من تتواجد على المركز الرابع ومن تحمل الرقم 4. تقدم من قبل لمحة هجن الشحانية المالكة والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي والمركز الخامس. تقدم شعار على المركز الخامس في هذه اللحظات شعار هجن الغرافة وانطلاقة ريمة تعود الملكية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يقدم لنا ريمة بعملية التضمير. هذه هي الانطلاقة الجميلة وأول ندى للأسماء الخمسة المتقدمة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى القيادة لأرى محبة على المركز الأول، محبة ومحبوبة الجماهير تتواجد على الصدارة مع القيادة مع الانطلاق تحمل شعار هجر الشحانية يقودها بالتضمير سالم بن فاران المري من يقدم لنا الذهبي. هذه الانطلاقات المميزة. المركز الثاني تواجد المدينة وانطلاقة المدينة بشوارعها بأنوارها بانطلاقاتها الجميلة على المركز الثاني تعود الملكية لهجن الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المري والنقلة إلى المركز الثالث وتابع ريمة وتعود ملكية ريمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والمضمر المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. رابع المراكز وتابع مبلشة على المركز الرابع ولكن ينخطف رابع المراكز من قبل الخزنة. الخزنة تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس مبلشة تعود ملكية الهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يقودها بعملية التضمير. ندائنا الثاني للأسماء الخمسة المتقدمة وما خلف الخمس أرى وأتابع أسماء لمحا موعد تواجدها بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة. ترقبوا قدومها في الأمتار الغليلة من أيضا مجريات هذا الشوط مع هذه الانطلاقة الرائعة. مجددا نعود إلى الصدارة لنستجد النداء مع الأسماء المنطلقة لأرى أمور أول المراكز تغيرت مع المدينة. المدينة بدأت تقلص الفارق وتنطلق مع الصدارة تحمل شعار هجن الشحانية يقدمها بالتضمير حمد بن علي بن حلفان المري. المبدع يظهر ابداعاته الجميلة على قناة البدع وعلى القنوات المرافقة قناة الريان الفضائية قناة دبي ريسنج وأيضا قناة الدوري والكاس. الله انطلقت في هذه اللحظات مع الصدارة الخزنة لتغير أمور ومجريات هذا الشوط وتحمل شعار هجن الشحانية يقودها بالتضمير سالم بن فاران المري. المركز الثاني ريمة. ريمة بدأت تنطلق بانطلاقة جميلة على المركز الثاني تحمل شعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والمضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث من الجانب الأيمن شعار هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع التقدم من المدينة لهجن الشحانية مع المضمر حمد بن علي بن حلفان المري وأرى وأتابع شعار هجن العاصفة بدأ يتسلل مع شقرة حمد بن راشد بن غدير من يقودها بعملية التضمير لأول ندى تصل شقرة مع هذه اللحظات ومع هذه الانطلاقة. بدأت الأسماء تقترب من بعضها البعض وتزيد من سرعتها نحو الناموس ونحو التتويج
ولكن الكيلو متر الأخير كيلو العمليات كيلو الصراع، بدأنا نقترب من لافتة الكيلو متر الأخير، خلاص دخلنا أجواء هذا الكيلو المتبقي عن خط الفيصل وعن التتويج. انطلقت شقرة، شقرة على أول المراكز، هجن العاصفة هي من تمتلك شقرة، من تتواجد على الصدارة، حمد بن راشد بن غدير من يغوتها بالتضمير. المركز الثاني عادت تطحن المنافس الخزنة، الخزنة الهجة الشحانية مع المضم سالم بن فاران المري، ووصلت مع هذه اللحظات. انطلقت سلابة مع المركز الثاني، بدأت تسلب المراكز من مركز إلى مركز الأول ندى، هجن العاصفة المالكة، المضم حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث تواجد الساسية لهجرة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد، الوهيبي وعود مع شعار هجر العاصفة ومع تقدم شقرة، شقرة مع المركز الأول، مع الناموس، مع التتويج، مع الانطلاق الجميل، تحمل شعار هجر العاصفة، يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقود الأسماء ومن يرافق شعار هجر العاصفة ومن يقود شقرة بعملية التضمير والسلابة بعمل التضمير. هذه هي شقرة وهذه هي سلابة بانطلاقة ومنافسة جميلة ولحظة قدومها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس الثاني، والتبريكات لهجن العاصفة والثاني حمد بن راشد بن غدير على حصول شقرة على المركز الأول، على حصول سلابة على المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من قبل ريتاج لهجن الشحانية، المركز الرابع الجساسية لهجن الشحانية، المركز الخامس كان الوصول من قبل شهب لهجن العاصفة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، شاهدنا هذه الانطلاقة الجميلة وتابعنا شقرة وانطلقت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. نذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني 7:45 90 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لهجن العاصفة، الثاني حمد بن راشد بن غدير، المركز الثاني سلابة. 7:47 78 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لمالك سلابة هجن العاصفة، الثاني حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث كان الوصول من قبل ريتاج. 7:47 40 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لهجن الشحانية، والثاني المضمر محمد بن خالد العطي. يا مرحبا بابن.